تعرض لعبة بابجي موبايل على مدار اليومين الماضيين في حالة من الجدل بين الملايين المستخدمين للعبة بعد طرحها تحديث جديد. أدى التحديث الجديد في لعبة بابجي إلى غضب ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث يطلب هذا الوضع في لعبة بابجي القيام ببعض العبادات أمام أحد الأصنام في اللعبة. حضر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وبعد حادثة ركوع الأصنام مباشرة من خطورة لعبة بابجي ومن الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشباب وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدا عن الواقع وتنمي لديهم سلوكيات العنف، مؤكدا على حرمة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة. أصدرت بابجي موبايل بيانا باللغة العربية على الفور للرد على الأزمة المتعلقة بالتحديث الأخير للعبة المتعلق بوجود أصنام. وفقا لموقع روسيا اليوم أن اللعبة بابجي موبايل اعتذرت على خاصية أصنام وقررت حذفها. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكون عجبتكم الفيديو، تلقوا فيديو جاي، تهلا.